اهلا وسهلا الكبيرة ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واشوفكم بركة وباش ما كتمنوا يا رب. شكرا بزاف لكم على الدعم ديالكم للقناة، كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم اكبر بوسه لاحسن المتتبعين عندي. المهم اليوم حبيبات ديالي كيف ما شفتوا غادي نشارك معكم حلوة ديال التمر، كتجي صراحة الله شيشة وعرة بزاف، جات كتحمق وكتعطي يعني نسبة كبيرة بزاف. المهم غادي نفتي معكم المقادير، وما تنساوش اللي وصل لهنايا خلي لي واحد جيم وواحد لايك وتعليق يعني يكون زوين، وكنتمنى انكم تجربوها. المهم غنبداو معكم بالمراحل. المهم الحبيبات ديالي غادي نكمل معكم، دابا وصلنا للمقادير. حتى ربع ديال الزبده، كاس اونس ديال السنيده، شويه ديال الملحه، وخماره بيضه يعني فانيلا. كنحرك هذا الشيء كامل، وانا كن يعني كنحرك هذا الشيء كنكون موجده نص كاس ديال الماء زهر، كنبقى كنحرك هذا الشيء بشويه بشويه، يعني كنحاول نجمع جميع المكونات كنجلسهم مع بعضياتهم. المهم حبيبات ديالي كنجمعوا هذا الشيء كامل، كنبقاو نحركوه شويه بشويه، وحنا كنحركوه حنا كنزيدوا شويه بشويه ديال الماء زهر، داك نص كاس اللي قلت لكم. كنعتذر بزاف على يعني الصوت ديالي، كثرت السهر يعني اكثر من القياس كراكم عارفين. المهم نكمل معكم، ما درت اصلا لي شويه ديال المشاكل هاد الايام، الله يفجي على كل واحد والله يسهل على كل واحد، والله يعطي لكل واحد كل ما كيتمنى في هاد العواشر يا ربي، والله يفجيها على كل واحد يا ربي امين. المهم هانتوما كيف ما شفتوا حبيبات ديالي كنخويو الماء زهر شويه بشويه حتى كنساليوه، انا هنا غتفكرت نوريه لكم. كنعتذر. المهم كنجمع هادشي كامل، غنجمعو ونرجع لكم عاود كذلك. كيف ما شفتو الكبيده ديالي هنايا، انا جمعنا جميع يعني جمعنا الخليط كامل حتى اننا خلينا هادي، ودرنا كاس ديال الزيت، يعني انا كنصاوب هنايا وزدت كاس ديال الزيت يعني باش العجنه ديالي تجمع راسها شويه، يعني الزبده وداكشي يجمعوا راسهم، وانا كنحرك وانا كنحيد كاع يعني الزبده اللي بقات شي فراتب ولا شي حاجه باش ترجع يعني غير بحال السائل عادي. غادي نجمع هادشي كامل كذلك، هانتوما حبيبات ديالي شفتو كيف ولات، رجعت هادي ساهل حتى بزاف هانتوما. هانتوما الغزالة ديالي حركتها هنا مزيان يعني تا ولات عادية، دابا غادي نزيد شوية بشوية ديال الطحين، وفي نفس الوقت يعني اللي عنده الطحين مزيان راه داكشي اللي بغينا، اما اللي عنده طحين عادي كيف ما يعني اللي كيخدم الحانوت وداكشي من الأحسن يتغربل باش يتحيد منه داك الحبيبات اللي كيكون فيه، ومن الأحسن أحسن يعني يتغربل. هانتوما يعني دابا غادي نجمع الخلطة ديالي. الطحين ما قدرتش نقول لكم شحال يعني على حسب يعني حسب عينكم ميزانكم باش تجمع، حتى تشوفوا ان يعني العجينة تجمعت لكم، ما خصهاش تكون قاصحة وما خصهاش تكون يعني رطبة بزاف، هانتوما غتشوفوا كيف غادي تولي. انا كنحاول هنايا نجمعها بشوية بشوية. حبيبات ديالي يعني خصها غير تجمع ماشي تعجن، يعني ماشي نديرو كيف ما كنعجنو الخبز عادي، دي خصها غير تجمع يعني نجمعو جميع الطحين وداك الشيء. هانتوما غير كنجمعوها ماشي كنعجنو، خصنا نجمعو المكونات كاملين يعني الحلوة ما كتعجنش. هانتوما شتو كيف ولات، خصنا دابا نجمع هاد المكونات كاملين ونرجع ليكم كذلك. كيف ما شفتو الكبيرة ديالي انا جمعت يعني جمعت المكونات كاملين، ما خصهاش تشجن غير كت يعني تجمعي لها المكونات كاملين. هانتوما الغزالة ديالي انا جمعت كلشي، هانتوما
عندي شويه نتوما كتشوفوا راه كتجي يعني جايه شويه رطبه. هنا الغزالات ديالي وجدت يعني وجدت التمر ديالي، درت التمر انا دايره نسبه كبيره بزاف، كنديروا الزبده انا دايره هنا تقريبا شي 3 معالق ولا 4، القرفه على حسب يعني على حسب التمر شحال عندكم، ودرت الماء الزهر كذلك باش تحتاج داك الشيء. كنجمع هذا الشيء كامل كيف ما كتشوفوا. ما عرفتش نتصور بيد وحده وجاتني شويه صعيبه، اول اصلا اول مره كنصور يعني بالتليفون يعني بيد وحده ونخدم بيد وما كنعرفش خطره، خصني حتى نزيد نتعلم كثر. المهم انتم غادي نجمع هذا الشيء كامل، نحاول نجمع هذا الشيء كامل، غادي نزيد. المهم هنا غادي نجمع هذا الشيء كامل كذلك. هانتوما هنا الحبات ديالي يعني ما عرفتش نصور خطره، ما عرفتش نصايب بالعجينه يعني ما عرفتش نصور وانا كنصايب بيد وحده. غادي نجمع هاد الزبده كامله، جاتني شويه يعني ما التمر مازال ما سلقش مزيان داكشي علاش زدت له الزبده، حيت انا دايره نسبه كبيره بزاف هنايا. هانتوما غادي نجمع هاد الشيء كامل يعني نخلط الزبده والقرفه وما زهر. سمحوا لي الكبده ديالي هنا ما درتش انا ماشي يعني انا ما كيعجبنيش ما درتش القرنفل، انا ما كيعجبنيش خطره يعني حتى مريم طار وداكشي ما كيعجبوش داكشي علاش ما درتوش، يعني اللي كيعجبو يديرهم. هانتوما هنا الكبيده ديالي انا جمعت يعني خلطت العجين كامل، بديت كنصايب الكويرات باش يعني ندير الشكل اللي بغيت. هنايا هانتوما راني بديت شي كويرات غادي نكملهم كاملين كذلك، غادي نكمل الكويرات كلهم ونرجع لكم كذلك، غنصوبهم على هذا القياس هادو. ايوا شكون غيسالي معايا هادشي كنشوف بزاف. عرفتي ما تسال حتى صافي صراحه الله كنت وحلت بزاف. المهم هادي نكمل مع نكمل هادشي كامل ونرجع لكم. ها انتم مرحبا ديالي هنايا صوبتهم يعني كنت باديهم صغيورين صغيورين بزاف، ساعه قلت لا نديرهم كبيرين شويه باش يعني تجي حلوه هكا عامره اكثر. ها انتم كتشوفوا يعني التمر ديالي جاي معلق مزيان. ها انتم الحبات ديالي هنايا لم فاش خليت العجينه ديالي ترتاح واحد شويه يعني لما صيبت انا هذا يعني لما صيبت هذا لما صيبت الكويرات وشت العجينه ديالي لقيتها هي هذيك. ها انتم الحبات ديالي هنايا انا صيبتها انا هنايا حبيبتي ديالي عطات لختي اللي تصور ليا حيت ما عرفتش نصور بالتليفون وانا خدامه بيد. غسلت جميع الكويرات يعني هنا الكويرات كاملين كنصيبهم وكنحاول يعني نشارك معكم حاجه بحاجه، ولكن حيت الصوار يعني غير بيد وحده ما صلحليش في خطره. المهم هنا كملت هنايا غادي نكمل الكويرات على هذا الشكل هذا على هذا القياس، يعني ما نحاولش نكبروه وما نحاولش نصغروه ونرجع لكم كذلك. المهم الغزالات ديالي هنايا كنشد كويره ديال العجينه، غادي نشد كويره من التمر اللي درت غادي نديرلو على هذا الشكل هذا، يعني كل واحد ذو الشكل والطبيعه اللي بغى يدير والطريقه اللي بغى يدير. هذا الطبيعه ديالي يعني ندير له شويه في الطحين باش ما يلصقليش في سميتو في العجينه ما بغاش يتحيد. كنعتذر حيت كانت تحتف بزاف، باقي ما مولفاش الصراحه نهضر هكا في فيديو عادي باقي مازال ما تطلقتش كثر. المهم هنايا انا دهنتو بالطحين، ها نتوما شوفوا هي جات صراحه غزيوله بزاف. المهم اللي عنده اي طابع واي شكل يديرها، انا في الطابع ديال هاد الحلوه المغربيه ما عرفتش شنو هو داكشي، قلت صافي ماشي مشكل صايب غير بهذا.
هانتوما الغزالات ديالي، نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا كيفاش كنديروا كويره على حسب القياس ديالكم. مورا كنلقى هكا بيديه كنحشي فيها الحبه ديال التمر وكنسدها صافي ونطبع عليها. غادي نعاود معكم كذلك شي وحده اخرى باش تشوفوا اكثر. المهم الحبيبات ديالي انا هنايا ساليت هادو كاملين. شوفوا صراحه جاو زوينين ونتي ولينا يعني تحطوه في الطبله كافيت كيجي شي حاجه هكا زوينه. من هاد الوليدات اللي ما كياكلش التمر يعني حتى يولى فياكل هكا التمر بقى اصلا سهله يعني سهله يعني الوليدات اللي ما كياكلوش التمر هنا تجيهم فرصه ويعني تجيهم مناسبه انهم باش ياكلوا. شوفوا تبارك الله حطت لي هاد الطبي وداك الطاوله الفوقانيه انا نوريها لكم حتى هي، وحطت لي وحده اخرى صغيره يعني حطت لي تبارك الله بزاف هادي وحطت لي جات صغيره هادي وتدي كاملها تعمرات. غادي نكمل مع نكمل هذا الشيء كامل هنايا نحطو وكذلك نرجع لكم. وشكرا بزاف بزاف لكم اللي وصلت لهنا، شكرا بزاف لكم اللي وصلت لهنايا. ما تنساوش واحد لايك ولا واحد تعليق وتجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم كيف جاتكم وتقولوا لي حتى يعني الطريقه ديالي واش كنعرف نشرح مزيان، واللي بغى اي حاجه يقولها لي في التعليقات انا غنصيب كل شيء. المهم انا غادي نكمل هاد يعني هاد العجينه هادي كامله اللي باقا ليا. كنحاول نعاود الطريقه ونعاودها ونعاودها باش يعني باش اللي ما انتبهش المره الاولى يعاود يشوفها كيف جات حاجه يعني بهالطبع. هذا كنت حاكره في الاول لكن جات شي طريقه يعني زوينه وسهله بزاف. انا كنت خايفه انا فاش نطيبها يعني بشكل الزواقه فاش تنفخي بشي ولا شي حاجه ساعات. لا انتما كيف ما كتشوفوها هي من هنايا كنت خرجتها من الفران. صراحه جات زوينه بزاف وجات فتيه لواحد الدرجه كتحمق. انا قبيله كيف كنت كنعجن راه كنت شعلت الفران باش يسخن مزيان حيت خص تكون الفران يكون سخون وبزاف كاع. صافي حشيتها من الجهه الفوقانيه حتى طابت مزيان وهبطت الجهه التحتانيه كيف يعني كاع الحلوات. كنتمنى من انها تعجبكم وتقولوا لي كيف جاتكم. هنايا بعد شي وحدين تحمروا لي بزاف لكن حيت يعني غنديرها في الكوك ماشي غنديرها في السكر كلاصي ماشي مشكل. سمحوا لي غلطت. المهم نخليكم معها تشوفوا كيف جات ونرجع لكم كذلك. كيف ما كتشوفوا الكبيده ديالي هنايا ها هي خرجات كتشوفوا تنفخات و الشكل ديالها يعني ما خسرتش يعني شكل الزوقه بقات هي هذيك. المهم اللي وصل لهنايا نصلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب. دابا انا غادي ندير هاد غنديرها في السكر كلاسيك كيف ما كتشوفوا وغنحطها. كتجي صراحه طلعت زوينه يعني تمير التمر كلشي ما كي كلشي كياكلو يعني كتجي الطريقه سهله حتى الوليدات اللي ما كيكونوش كياكلوهم هكا غتجيهم حسن ويقدروا ياكلوهم. كيف ما كتشوفوا دابا ها هي هنايا انا حطيتها. ها هي هنايا صافي شوفوا عطات لي هاد السميه هذه كامله
وحطت لي في طاسات واحد اخرين، يعني طريقه سهله وشوفوا انتم كيف كتجي في الشيشه بزاف بزاف. يعني بيت وحده وكنصور وكنقسمها حتى جات واحد الشاب بزاف، يعني كيف ما شفتوها يعني هي جات صراحه جات تفصيل كبير وجات فتير بزاف وسهله. ما تنساوش انكم تجربوها في هذا العيد وقولوا لي الراي ديالكم. بزاف لكم كيف ما قلت لكم في الاول على الدعم ديالكم ليا، لهلا يخطيكم يا احلى متابعين عندي، كنبغيكم كنحمق عليكم. يلا بسلام عليكم، تسناو الفيديو الجاي ان شاء الله، وحاليكم باي باي.